وصلنا في جولتنا الاستكشافية التي بدأت البارحة في مقاطعة سيوني والسيسيان. وصلنا إلى أقدم مرصد فلكي في التاريخ، ألا وهو كاراهونج. هذه مجموعة من الصخور والتي فيها ثقوب من الأعلى، وكانوا من خلالها يرصدون الفضاء منذ 8000 سنة. هذه صخر أخرى، الثقوب في الأعلى ومخروطية الشكل، تبلغ عددها تقريبا 223 صخرة، وبأحجام مختلفة، وتنتشر على مساحة 7 هكتار من مدينة سيسيان. ارتفاع الصخور تبدأ من 50 سنتيمتر وتصل إلى 3 أمتار. ولدينا تقرير مفصل عن هذا الموضوع منشور على اليوتيوب بعنوان كاراهونج الجزء الأول، أقدم مرصد فلكي بالعالم في أرمينيا، وكاراهونج الجزء الثاني، أقدم مرصد فلكي بالعالم في أرمينيا. كما قلنا أن هذه الصخور بأحجام مختلفة، هذه الصخور الصغيرة يتم رصد الفضاء من خلال النظر من هذه الثقوب، هذه صخرة أخرى وباتجاه آخر، هذه صخرة يبدو لاستخدامها لرصد الفضاء يجب عليك أن تتمدد أرضا. وبهذه الطريقة ترصد الفضاء. نحن لسنا فلكيين، لكن الموضوع ملفت للانتباه. هذه الصخور موزعة على الأرض بشكل، لو رسمنا خارطة الصخور على الأرض وطابقناها مع خارطة الأبراج الموجودة في السماء لحصلنا على تطابق مذهل. من أرارات للسياحة، ألتقيكم في تقارير أخرى، إلى اللقاء. Two out the door, then you have